أهلا بكم إلى لقاء الأولى، حيث نتناول فيها الموضوع الرئيس، حيث أوقفت السلطات الأمنية المغربية أكثر من 100 شخص أثناء محاولتهم الهجرة بشكل غير شرعي من المغرب إلى إسبانيا. وأفادت السلطات المغربية أنها انتشلت جثتين خلال محاولة للهجرة السرية قام بها نحو 200 شخص ينحدرون من بلدان إفريقية، كانوا يعتزمون الوصول سباحة وبشكل جماعي إلى الشواطئ الإسبانية انطلاقا من أقصى شمال المغرب. ومعنا من لندن خبير شؤون الهجرة أحمد السعدون، وبإمكانكم مشاهدين المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحتنا على تويتر وفيسبوك. سيد أحمد السعدون، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. محاولات العبور هذه في أي سياق يمكن وضعها؟ هل هي حالات فردية أم أنها تأتي في سياق منظم وضمن شبكة دولية؟ طبعا في البداية شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. هذه المحاولات ما ممكن أن تكون فردية، لأنه الواصل إلى المغرب إن كان مغربي وإن كان من بلدان دول الاتحاد الأفريقي هو بحاجة ماسة إلى الوصول إلى الضفة الآمنة. فمن الناحية الاستراتيجية لابد أن تكون هناك مافيات ومهربين مختصين بهذا الأمر، علما أن السلطات المغربية في سنة 2013 نهايتها أعلنت وزارة الداخلية أن هناك أكثر من 28 ألف مواطن أفريقي موجودين على الأراضي المغربية هم بطريقة غير قانونية. طيب. فلذلك أنه حاولت قدر المستطاع تعديل أوضاعهم القانونية. لا، فهذا الأمر حقيقة يتطلب مافيات دولية ومكاتب مختصة لتهريب المواطنين والمهاجرين إلى أوروبا. طيب سيد أحمد، اليوم شهدنا عملية أشبه بالانتحار، يعني المهاجرون يعني يحاولون السباحة في المياه. ما المحفزات لهؤلاء المهاجرين حتى يعبروا إلى الضفة الأخرى وبهذه الطريقة؟ هي لا، ليست المحفزات بقدر ما هناك إحباط وضياع في بلدانهم، ومن ضمنهم المغرب، يعني المواطنين المغاربة كذلك. تلك الدول الأفريقية للأسف وضع اقتصادي لأكثر من 50 سنة، وضع اقتصادي سيء، هناك عطاء بطالة مدقعة بمعنى الكلمة، عدم وجود حقيقة ما يشجع دولهم للقيام بما يسمى بالتوظيف أو بالقيام بمشاريع وعمل العمالة وما يسمى بالمردود المادي للمواطن الأفريقي. فلذلك يعني قبل فترة ليست بالبعيدة كان اجتماع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وأعلن الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة 3 مليار دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بالقيام بمشاريع في داخل الدول الاتحاد الأفريقي ودول مثل أوغندا وسنغال ومالي ونيجيريا والغابون. طيب. للقيام بمشاريع وما يسمى بعملية الردع لمنع مواطنيها للقيام بالهجرة والوصول إلى أوروبا لأسباب اقتصادية بحتة. البعض يتحدث سيد أحمد السعدون على أن المهاجرين يستغلون أعياد رأس السنة للعبور إلى الضفة الأخرى عن طريق السياج الفاصل لسبتة. هل ثمة فعلا أوقات معينة لهؤلاء المهاجرين للذهاب إلى الضفة الأخرى؟ هل نتحدث عن موسم معين بعينه، مواسم الهجرة إلى الشمال كما يتحدث عليه؟ طبعا هذه الفترة بالتحديد اليوم لحد نهاية رأس السنة هي الفترة الربيعية للمهربين وللمهاجرين، لأنه غالبية ضباط الحدود والهجرة يكونون في إجازات وفي ضمن والعودة إلى بلدانهم للقيام بأعياد رأس السنة والأعياد الميلاد. فلذلك طبعا هذا هو المهاجر
البسيط لا يعرف تلك التفاصيل، وإنما المهربين المحترفين حقيقة هم اللي يعرفون هذه الأمور ويستغلون نقاط الضعف ونقاط الثغرة اللي يعبر من عندها المهاجر والمهرب ويوصل إلى الضفة الأخرى. طيب، أوروبا طالما أشادت بسياسة المغرب في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى أي مدى فعلا المغرب استطاع أن يحجم من هذه الظاهرة؟ طبعا من دون شك استطاعت دائرة الهجرة وزارة الداخلية ومراقبة الحدود بالحد من التهريب وعبر البحر، لأنه أعلنت وزارة الداخلية أنه هذا الأمر كلف السلطات المغربية سنويا 250 مليون دولار بإضافة إلى جهد من قبل قوات الدرك والداخلية بحدود 13 ألف عنصر لمراقبة السياق الرابط على طول 9 كيلومتر في مدينة سبتة ومدينة طنجة. هي هذا المعبر الحقيقي، فلذلك وبتعاون من دون شك مع إسبانيا، وهناك اجتماعات دورية بين وزارة الداخلية المغربية وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي لمنع وصول المهاجرين الأفارقة تحديدا إلى إسبانيا ومن ثم إلى أوروبا. صحيح، هي ربما إشادة واضحة، لكن هناك منظمات حقوقية تقول بأن تنتقد سياسة المغرب في هذا المجال، وتقول بأن المغرب يقوم بدور الشرطي ودور الدركي في مقام أوروبا. هل من مسؤولية المغرب، مسؤولية الدول شمال إفريقيا هذا الأمر، أم المسؤولية بالأساس تقع على الدول الأوروبية؟ يعني للمتطلع لهذا الأمر أنه في وزارة الداخلية المغربية، وزارة الداخلية التونسية الجزائرية معنية تماما حقيقة بأمنها الداخلي وأمنها الخارجي. هذا راح يشكل عبء كبير في حالة وصول أفارقة بالآلاف أو بالمئات إلى المغرب أو إلى تونس من الناحية الأمنية وحتى من الناحية الاقتصادية، لأنه اللي جاي من أجل الوصول هو حقيقة يملك من المال شيء القليل، لأنه واضع في حساباته لربما يصل عن طريق قارب أو يصل عن طريق التهريب بطريقة وأخرى. فمسؤولية أخلاقية وأمنية اتجاه دول الاتحاد الأوروبي تقوم المغرب بالحفاظ على أمنها وبالحفاظ على مراقبة حدودها بكافة الطرق، وحقيقة حتى لو حصلت اختراقات هي غير قادرة على أنه تمنع تلك الهجرة، لأنه هناك ظروف قاسية وظروف غير قادرة على أنه حمايتها 24 hours 24 ساعة، فلا بد أنه تحصل بعض الاختراقات. بس بالمهمة الأساسية لوزارة الداخلية في كل دولة هي الحفاظ على أمنها وعلى حدودها ودون سماح للمهربين أو للمهاجرين غير شرعيين للوصول إلى دول أخرى، لأنه راح يكون بالنهاية نتائج عكسية ويتم إعادتهم إلى بلدانهم عن طريق المغرب أو إعادة المواطن المغربي اللي هو حقيقة يهاجم من أجل أسباب اقتصادية بحتة بسبب البطالة والوضع الاقتصادي السيء في بلده. كسؤال ربما بالجهة المقابلة سيد أحمد، في هذا الإطار، هل تقوم الدول الأوروبية بما فيه الكفاية لإحداث تنمية حقيقية للدول الإفريقية؟ هل هناك جهود جدية في هذا الإطار؟ من قبل فترة ليس ببعيد حصل اجتماع ووعدت دول الاتحاد الأوروبي من ضمنها بريطانيا بتخصيص 3 مليار إلى دول الاتحاد الأفريقي بما يسمى بتشجيع العمالة في داخل بلدانهم، بس أنا حقيقة أستبعد هذا الأمر، لأنه أصلا الأموال اللي مجموعة لحد هذه اللحظة لا تتجاوز 280 مليون دولار، وأول الدول اللي حقيقة المغرب أول دولة من الدول الأولى بالعالم بالسياحة وبالاستثمار، فأول الدول اللي تستحق أنه تدعم ماليا هي المغرب وتونس ودول أخرى لأجل كسب العمالة ووضع ابن البلد حقيقة ضمن العمل وضمن مدخول مادي حتى لو كان بسيط، بس أنه ما يعرض نفسه إلى خطر الموت وإلى الهجرة. وبالنهاية في دول كثيرة مثل ألمانيا أنه لا تسمح بالهجرة الغير شرعية لأسباب اقتصادية إلا لأسباب سياسية في حالة وجود خطر على حياة المهاجر في بلده. أشكرك أحمد السعدون خبير شؤون الهجرة، كنت معنا من لندن. مستمرون معكم وتتابعون بعد قليل في الأولى.
موريتانيا تتخذ إجراءات للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.